السلام عليكم أصدقائي أحبائي على قناتي سنان صالح شيف سنان العبيدي. نقول لكم كل عام وانتم بألف خير. اللي اليوم عيد يوم ثلاثاء أو عيد يوم أربعاء، طبعا أنا اليوم بليلة الثلاثاء بالليل، ليلة الاثنين أنا حاليا بالليل، هسه حاليا ساعة بالوحدة إلا ربع بالليل، اليوم أربعة بالشهر. طبعا أنا اليوم سلمنا هذا لازم نسلمه نظيف المطبخ مالتنا، اللي مطبخ المسجد هذا. هواي ناس سألوني شنو هنا، منو اللي يدفع؟ كلهم متبرعين طبعا اللي يدفعون، وشي كلش حلو والحمد لله والشكر، صار بإنجاز يعني رهيب. يعني الحمد لله والشكر الأعداد كانت كل يوم 400-500 شخص يجون هنا يفطرون. الحمد لله والشكر عدد على خير. نقول لكم هسه يا ربي لكم الصحة والسلامة والعافية، المشتركين والأصدقائي والأهلي وأحبابي وكلهم، إن شاء الله يا ربي كلكم خير وسلامة ويرزقكم، وكل واحد عنده أمنية إن شاء الله تتحقق بهذا العيد إن شاء الله يا ربي. المهم أنا اليوم شو راح أسوي؟ راح أصوركم أجواء العيد شلون تصير عندنا. هسه حاليا بنسوي فطور المن، مو إفطار، فطور. يعني باكر الصبح راح يصير عندنا صلاة العيد، وراح يصير عندنا احتفالية مو بالمسجد راح نسويها، بمكان كبير ياخذ اوسع اكثر اكبر من المسجد مالتنا، فراح ياخذ عدد هواي لان هواي ناس مسلمين عندنا بمنطقتنا، فراح يجون يحتفلون بهذا بالعيد. فلذلك اصدقائي راح اصور لكم اجواء شو اللي احنا نسوي. الفطور يعني الريوق احنا بالعراق نصيح له، فراح نسوي اليوم هسه الساعة واحدة الا ربع بالليل مثل ما قلت لكم، راح نجهزه في الساعتين ثلاثة، وراح نروح للبيت نرجع ننام شويه، نريد نرجع ساعه بالسبعة الصبح ناخذ الغراض من هنا نوديه للمكان اللي راح نصب فيه الفطور، وان شاء الله يا ربي راح يكون كله تمام التمام. فهسه اول شغله بدي اسوي اني البيض دا اسلقه. هذا البيض عندي فرن هنا بخار، هذا الفرن على المي. هواي يسالوني شلون هذا يشتغل، خل اقول لكم شلون يشتغل. اصدقائي اللي تشوفون من هنا، هاي منظومه كامله مال مي، مشكل بيه مي، وهنا عندي هذا تريده على البخار يصير يعني يطلع يذب مي، يعني حراره ومي. شوفوا المي بنفس الوقت يذب. شوف راح افتح لكم اياه، شوفوا هذا كله بخار. شوفوا البيض شلون يستق، يذب مي رذاذ خفيف على البيض، عرفت شلون؟ فهذا نظام كلش حلو به الفرن. الفران هنا بالمانيا موجوده طبعا، حتى العراق متوفره بس ما حد يعرف يشتغل عليه الصور او ما مسوي له دعايه عليه كبيره يعني. زين عندنا طباخات طبعا، الشباب الله يعطيهم الصحه والعافيه غسلوا كل شيء ورتبوا الوضع كله. شوفوا حتى ذني الوصل لهذا حطوهن شروهن حتى باكر ناشفات كله كامل مكمل. زين هذن الحلوات به ستيل يعني يتوصلن، بس تسوي لهن هيك تمسح راسين ينظفن، يعني كلش رهيبات. هاي قناه الغاز الالمانيه عندنا بهالشكل، يجي هالمنظومه مالتنا، مو مثل عندنا تعال منظوم راس والصشمه توقع، ماكو هذا الشيء. بس عندنا تفتح هاي الدخله من هنا تشده مره ثانيه، هاي بعد زين. طبعا عندنا غاز مال الدوله امين، هذا ايضا غاز الدوله سهوله راطن عليه هذا، بس هذا مو ضغط عالي، هذا ضغط عالي يشتغل بس هذا مو ضغط عالي، النار ما تصير خفيفه. زين وهاي الشباب هنا جوي الله يعطيهم الصحه والعافيه، راح نبلش نشتغل. هنا موجودين عندنا الورده الغالي، اي الساعه 1 بالليل يا رب عزر وصواب يا رب. ايوه ان شاء الله يا ربي، يلا يا رب. وهذا ابو داود هنا الورده همين، هسه جايين نشتغل وراح يجون بعد الشباب ان شاء الله، فهسه راح نبلش الشغل. خليكم ويانا. اول شغله خلصنا البيض السلق، انسلق كله كامل. شوفوا شلون فتحناها، طبعا 25 دقيقه على درجه حراره 100 بخار 100، مو يعني مو تروح تسوي بالفرن تروح يطلع لكم كتاكيت، مالي شغله اني زين يطلع لك صوص صغير. زين خلصنا، هسه شنو عندنا؟ مرتدله نقطع، هاي هنا مرتدله عندنا نقطعها ونحطها هنا حتى باكر الصبح نوزعها. اسماعيل دي يسوي اسماعيل دي يسوي هنا هاي العلب مال الحمص، نفتحها نخليها هنا وحتى نسويها. هسه تشوفون الطريقه شلون. زين بعد هنا عندنا حلاوه مال جبن، هنا حلاوه مال جبن بنسوي نقطعها بهذا الشكل ونحطها هنا ونرجعها مكانها حتى باكر نوزعها. زين هاي حلاوه طحينيه، صح عفوا حلاوه طحينيه. اوكي زين طبعا هذا النوع انصحكم تشتروا ما طيبه. زين بعد شنو بالله؟ شنو بعد؟ هسه نسوي فول ابو داود راح يبلش بالحمص وطحينه. راح نسوي حمص وطحينه بالضبط. هاي شوف الحمص استعمل اني هذا مسلوق وجاهز وكامل،
هو مكتوب حمص بطحينة بس هي ماكو بس حمص هذا ما في طحينة لا طحينة ولا ما أدري شنو كله ما في بس حمص هذا والله بس حمص ما في أي شيء كل شيء ماكو كل شيء ماكو أي والله وطيب يلا هسه نقطع احنا نكمل ونرجع بس شوفوا شلون مركز شوف لسان لسانك حبيبي لسانك بس لسانك دخله يعني من تثرم لا تركز هذا وش اسمه اللوزه 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 اقرط اقرب لا 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 قرضك تكسم بدن تلف اعصاب يا زلمه اضرب من الامام لك ليش مركز اخي ليش مركز دخل لسانك طيب ذا كيس هذاك وش شغل؟ عن المانيا لك ليش؟ ايش جابني لهون؟ لك انا اللي مصيبه جيت لهون وابتليته وعرفت عليه، لا كيس الله يسمحني يعني من ابتلاء لابتلاء ربي يعبر لك بس هسه انت هسه قاعد تثرب بس قول ليش ايش يسوي بلسانك ليش؟ التركيز ليش انت معلم التركيز عم يطلع المخ ينزل على الايدين طحينة حطينا حمص هسه صارت حمص بطحينة فين حطينا طحينة زين طحينة اللي هو الراش الزقاي هاي طحينة زيزم باستيتا اسمه بالألماني زيزم باستيتا زين هسه شو نسوي هنا عندنا شو نحط بداود هلا بنحط كمون وملح بالضبط حمص ليمون وزيت ايوه يلا خلينا نحط المواد نرجع يلا اسماعيل موال علب يلا لا تزبط انا وياك يلا انا وياك تعال انا وياك تعال لا مو لليوتيوب هاي لا تعال انا وياك يلا تعال انا وياك انا وياك انا وياك طيب يلا بلشت ايوه عيد الاب عيد الاب يا عيد الاب شنو عيد الاب لا هو اب ولا هو اب الاب يلا اسماعيل يلا اسماعيل انا وياك انا وياك بلش يا ابو شام قول انا وياك يا ابو شامه نمشي على درب الهوى نتبادل البوسه سوا انا وياك هسه اصدقائي راح نحط اللبن حطيت حاليا لبن واحد ايوه حط الثاني هناك ايوه هو ده حلو طيب وين الحامض حطي الحامض بعد شويه يا عين عليك يا ابو داود ايه كاف حلو زين جيبنا هسه الملح راح نحط الملح اصدقائي يلا حط الملح هذا الحمص وطحينا نسووه رهيب رهيب حط حلو طيب طبعا الملح اكو حسب انتم الكميه اللي عندكم حلو طيب هسه شو نسوي ملح الليمون هو ملح الليمون ابو داود ليمون شوي نحط من عنده كافي هذا كلش لين هذا شويه قوي طعمه حلو هسه شو نسوي جيب هذا ملح الليمون اللي هو الليمون جوسي سترون زالس زين عندنا هنا اصدقائي الثوم بس سكنوبلاوخ هاي كافي مري الثوم من الصبح خلي طعمهم ثوم بالضبط طيب شويه زيت هذا الزيت تحت ايوه بالضبط يا عين عليك طبعا زيت ضروري اصدقائي تحطوا الحمص بطحينة اوكي كاف شوية شوية يطلع طعم رهيب طبعا هذا الزيت ضروري تحطوه مو عوايكم يعني لا زين هسه شو نسوي اصدقائي راح نجيب هذا الخلاط دروي من خلاط ابو داود هذا الكمون راح نحطه ايضا حلو 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 هسه شو نسوي بهذا الخلاط باعوا هذا الخلاط تقدرون تستخدموه ايوه بالضبط يا عين عليك اها فراح نسوي احنا اصدقائي وانتم نفس الحاله ونرجع لكم كملناها وسو داود يكمل الثانيه يا هاي خلصت الحمص الحين خلصناها هسه ليش بالفول نحط عليه اللبن اول شيء طبعا حمص وفول سوية حطينا احنا عندنا وهذا هنا أنا. راح يخلص هنا ان شاء الله يقسم عليه ونرجع لكم العافية راح يكمل الخيار مرتديلا خلصناها والبندورة خلصناها طبعا مغسولة وجاهزة حطيناها هنا شلنا من عندها ذن العروق كله وهسه صار عندنا هيجي زين اسماعيل هم يقطع خيار ايضا النعناع خالص هنا حتى نقسمه ايضا على خلينا نقسمه قدامكم هسه حتى تشوفون تعرفون
هذا راح اطمصه هنا نعناع، هذا نعناع فريش منسى. حطينا هنا اصدقائي الطحينه اللي هو الراشي. يلا وهسه شو نسوي؟ خلينا الخطوه الثانيه. اول شغله هسه راح نحط الثوم. حلو، حط ثوم، بعد كمان بعد وحده حاجته. حاجته يعني كافي، هاي بالحلب لان انا عايش بحلب، فهاي السوالف اعرفها. الحكي السوري الحلبي. طيب هسه حاليا نحط الليمون اصدقائي. هذا الليمون بشويه. عصير الليمون. طيب شنو بعد عندنا؟ يلا عصير الليمون بعد اكثر. يلا يعطيك العافيه ابو داوود. داوود الغالي. كافي. طيب هسه هنا ايوه. حلو حلو. كافي. طيب عندك هنا الملح. حلو حلو تمام زين. هسه نحط الكمون اصدقائي. كمون كرويس كومل. كاف. حلو تمام. هسه شو نسوي؟ نحط ملح الليمون اللي هو الليمون دوزي سترون زالس. كاف كاف. حلو. طيب هسه شو نسوي؟ هسه بهذا الخلاط شوفوا راح نضربهن. ها بعد زيت. زيت ابو داوود. زيت زيت. هذا زيت نسيته والله. حط زيت. طبعا تستخدمون زيت عادي. كمان كمان كمان. كافي. حلو هنا نفس الحاله. كافي. حلو. طبعا كميه كبيره يعني لا تصوروها قليله. بس النعناع والثوم وال يعني ترى الثوم ما تحسون طعمه على فكره يعني. طيب راح نظل نسوي هيجي لحد ما يتجانس كله بصوره صحيحه ونرجع لكم. وهاي اصدقائي خلصناها. وهسه حاليا الساعه 5 الصبح. راح نروح راح نرجع الساعه 7 الصبح على مود نكمل الشغل بالمطبخ. نظيف نظفناه كله وخلصناه. وهذا الفرن نظفته تنظيفه مو طبيعي. طبعا شوفوا طلع يلمع لمع. رجعته على الجديد لان هو بعد هاي نسلم نظيف، هذا نسلم نظيفات، كل نسلم نظيف وخلصنا الحمد لله والشكر على خير وسلامة. وأتمنى إن شاء الله فيديوهات عجبتكم اللي شفتوها. وهسه راح أروح أشوفكم أجواء العيد. أيوه عبد الفتاح هنا موجود. يلا أصدقائي طبعا ناب البراد حطينا شغلاتنا إن شاء الله باكر ناخذها. هاشم صاعد، إسماعيل صاعد، كلهم صعدوا هنا. ما مشترك بالقناة خليه يشترك حتى نروي له ونسوي له واهس نصور له كل شيء. يا اصدقائي يلا شوفوا الساعة 5 الصبح 5 و10 طبعا دخلنا الجامع بنهار ونطلع سبحان الله بالنهار. سبحان الله والله رب يعبد. لا والله لا في خلقه يسؤول. ايوه عجائب الدنيا ثمانية صار. يلا النهار طلع نهار. اي أيوه والله سبحان الله. يلا يلا عبدو وين اسماعيل وين ابو داوود؟ ان شاء الله كل عام وانت بخير يا ابو يوسف. اي والله هسه تعال كل عام وانت بخير. يوم زواجك ان شاء الله حبيبي حبيبي. عبد الفتاح كل عام وانت بخير. عبدو بخير. الله يحفظك العائله الله يخليك. هلا بوسوك وبوسناك ما ردت ترد. خلاص لا هذا يختلف مو هسه طلع. انا هسه صار عد عيد. طلع النهار من طلع النهار صار عد عيد. انا طلع النهار ونزلت المطار بالضبط. يلا خلينا نروح. وين الشباب؟ خلينا نعيدهم للشباب. يلا ابو داوود تعال. ابو داوود نعيدك. ابو داوود هلا صار صباحا. تعال اسمع عيدنا نعيدك. تعال ابو داوود الغالي هنا. كل عام وانت بخير خيو. وانت بالف خير. الله يحفظ لك العائله يحفظ لك داوود. ينعاد عليكم بالصحه والسلامه انت وعائلتك. تسلم تسلم. وين اسماعيل؟ راح يبد راح ينام اسماعيل. راح يبد طاقيته. ايه يلا اسماعيل ان شاء الله يوم زواجك ونشوف لك وحده قالك يا هلك. حبيبي غالي يلا. وهسه رجعنا لكم نقول لكم كل عام وانتم بخير مره ثانيه. وهسه رايحين ساعه بثمانية الا ربع راح نروح للجامع هسه. ومن اللي وياي؟ هذا يوسف الحلو. قول لهم كل عام وانتم بخير يوسف. كل عام بخير. قول لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير.
عافيه. هاي حلو الكاشخ مالتي لابس هدوم العيد لابسين حلو مالتي. يلا وهسه رايحين. وهسه حاليا رايحين الغراض ويانا جبنا 3 تاكسيات حتى نموت نحط الغراض بهن ورايحين للمكان اللي نجهز بيه احنا هسه. فبعد طبعا هسه راح يصلون 5 حرامات ما راح الحق على الصلاه اني لان ازدحام شوي عندنا الطريق تعرفون الصبحيه والناس كلها طالعه الدوام فعندنا اشارات ازدحام بيها يصير. بس ان شاء الله ربي يلحق على المضبوط. وهاي هنا شوفوا الازدحام وين واصل. هذا احنا نسميه ازدحام. والناس ما شاء الله هنا كلها جوه. هنا عندنا النساء يصيرون موجودات. بدنا نجهز الامور هسه احنا كلها. هاي عند عبد الفتاح شباب اللي يصبوا الله يعطيهم العافيه. ابو محمد احلى ابو محمد حبيبي. والله تعب يا اسماعيل. ها شترس عندنا شترس قوي هسه احنا حاليا. يلا نكمل. هاي السلطة اسماعيل يعطيه العافية. لسانك هي ليش مطلع ليش؟ اللوزة افقوشة اللوزة اقرطة قرط. ايوه سنان فتالي يا شباب جماعة اصدقائي احبائي انه صلاة العيد معلش العمل عبادة. ايوه العمل عبادة. ولا مرة والله بصلي نحن ما لحقنا. جاهزين خالصين ان شاء الله. يلا هايدي هسه اصدقائي طبعا هايدي نحط الزيت هنا. شوف هاي كلها صبيناها هنا نحط الزيت. وهسه بعد شويه بعد مفروض 10 دقائق تكون كلها جاهز خالص. حتى شنو؟ نوديه نوزعها تقطعها. لا ما خلص. يلا بس يخلص خليكم ويانا اصدقائي. اجواء شوي شيء حلوه. صورنا شو اسماعيل اكو شيء من هنا. شوف الناس ساولنا سيقط من ايدي. حلو جيمي. يوسف وين ما تاكل قمصله البلوز يا ابننا. عايدني وين عايدك ابوه؟ عايدته شو ما عايدته؟ هذا حلو مالتي تريدني ما عايده؟ 500 يورو؟ شو 500 يورو؟ كل الفلوس هو له. تعال يوسف تعال حبيبي يلا تعال تعال. هذا الحلو مالي ممنوع اللمس. هذا الهواء كله روحي والنفس. هاي قلعتنا مال مربور مالتنا. ها يوسف حلو متونس عافيه. يلا تونس حبيبي. ان شاء الله يا ربي انا مالي ما قصرت. اللي ببالك حبيبي الغالي. حبيبي حبيبي الغالي ان شاء الله يا ربي زواجك رحم الله والديك. حبيبي حبيبي يابا هذا هنا حاطين الشاي تجيبه معي خلاص ولا يهمك عمو. كان تفضل متني وساويت واحد ثاني الارباح. ها الله يسلمك حبيبي الغالي. حبيبي يابا هاي الوضعيه هنا الجماعة هنا هاي ما شاء الله هنا الشباب. اي احنا هون يعلمكم شلون العيد. اليوم عرس صالح. اليوم عندنا العيد. جاهز عرس مجاز. جاهز هاي الطعم موجود بس العروس. ايوه. اليوم نجيب خيار. الله كريم. حبيبي الغالي. لك ما بدك جوعان؟ طبخت. طبخت وجوعان. جوعان. طبخت جايز ما له مرقه. اي والله ماكو مرقه. يلا خلينا نشوف جماعنا اللي يسوون. حبيبي. عاد ابو سبسكرايب. ايوه لايف. لايك كله حبيبي انا الشباب تعجبوا. هلا 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 حبيبي غالي انت بخير. صايره اجواء عيد هنا عندنا بالمانيا منطقه ماربورغ.
وكلها معيدة. طبعا كل الطوابق مليان، ثلاث طوابق كلها مليان ناس. طريقة دخلت بنصهم ودن جهز هنا. هاي أحسن شيء. أيوة من هون من هون ساو مثل هذوليك بالدور. يا بزوارنا مدعوين عيد سنان أبو يوسف العلم. لك حبيبي حبيبي هلا لك لازم هيك شلون يصير هذا. زيك يا باشا حبيبي. هاي الشباب ما شاء الله عليهم الشيوخ هنا الدكاتره البروفيسور كل شيء كل الجماعه هنا موجودين. وبعد طبعا شنو طابق اللي هو هذا تشوفون هاي الفتحه وراها بعد هم النساء وفوق عندنا نساء كمان اطفال. صحتين صحتين وهنا صحتين وهنا والشباب حبيبي الحمد لله والشكر. هاي الناس هنا همين جايبين شغلات العباد يلعبون يعني مسوين جو كلش حلو بس قد ما تصورون هنا أنا. هاي اصدقائي ما شاء الله كل هنا حاطين هنا ستاند يبيعون حلويات شغلات كله تبرعات المسجد هذا كله تبرعات اي شيء ينباع هنا كله تبرعات ما شاء الله. هاي اصدقائي الاجواء هنا تخبر هسه نزلنا جوه هذا يوسف الحلو مالتي هنا ها يوسف نقع قميصه ها حلو مالتي ريحه يلا هلا هلا بيوسف هلا. هنا أنا خلصنا وتعبنا واجواء كلش حلوه فاتتكم والله. نقول لكم اهم شيء اصدقائي ادعموني بالاشتراك واللايك واشتركوا بقناه ابن يوسف راح تقوم مربعات اثنين صغار على قناه ابن يوسف وعلى الفيديو مالتي. اتمنى تدخلون على قناه ابن يوسف تشتركوا بقناته راح تستفادون من عنده وايد اسوي شغلات مال اطفال شيء كلش حلوه ان شاء الله راح تعجبكم. فمع الف سلامه وندعو لنا وياكم والله يوفقكم وكل عام وانتم بالف خير وكل ان شاء الله الامن والامان لكل البلاد العربيه العراق اولهم وسوريا واليمن وكل الدول العربيه ان شاء الله مع الف سلامه.